الجديد في الذهب نقربوه منكم حتى نرضيكم، والبنات عندهم ما يوريكم. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنقصر عليكم اون باك لي غزال، شي حاجه اللي عاطيه العين كيجي على هذا الشكل هذا. شوفوا عن قرب كيفاش كيجي، فوالا لا باك كيفاش كيجي. كيجي غزال في هذه الحجيره هذه، كتجي خزي كتجي غزال. في هنايا حجيرات لي بيان سيغتي كيجيو فيها التصفوفه لي غزالين كيف ما كتشوفوا معايا. لا ليونز ديالو كيجي عريض على هذا الشكل هذا. طابع الديوانه كيكون هنا كيف ما كتشوفوا معايا من الداخل، كيجي على هذا الشكل هذا. شي حاجه لي غزاله وصحيح، شي حاجه لي صح العمل. ودابا نشوفوا لاباك ديالنا كيفاش كيجي في اللبس. تابوناو فاش كتسناو، راه الذهب ملي كيتلبس عاد تيزيان ويبان. لاباك ديالنا كيجي اوفال على هذا الشكل هذا في اللبسه، كيجي غزال وزوين، ديزاين اللي واعر بزاف. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش مجوهرات فاتين ذهبي احسن عندك. باش يبقى يوصلكم الجديد ديروا جيم للصفحه ديالنا وتابوناو معنا، وغير بكليك كلشي بين يديك. بيجوتري فاتين ذهبي حتى لعندك.